يعني احنا في مكان الجوده صراحه، يعني الجوده الان مع الدكتور عبد اللطيف طبعا موجود رئيس هيئه الجوده بالجامعه، وهو تعليم ايضا الجوده في تعليم الجامعي عندنا في الجامعه. وهذا هو موضوع الرساله، جوده التعليم المهني وسواء على مستوى العمليه التعليميه او على مستوى الاداري عندهم. نحن يعني صراحه نريد ان ندخل في الاخذ والاستفاده من لا إلى مرحلة العلمية توصياتها إلى الإدارة كما قال الدكتور عبد الرحمن. والحقيقة أننا في مرحلة يعني بسبب الأوضاع السياسية والأمنية والحروب التي تحصل عندنا من فترة طويلة نعاني أو تواجه المؤسسات صعوبة ربما في تطبيق معايير الجودة أو في انتهاك الجودة هذه المنهج للتحسين، لكن نقول أن توصية هذه الأبحاث ربما تأخذ طريقها إلى التنفيذ. ما أدري إذا سلطان عندنا أحد ضيف في مكتب التعليم المهني؟ المعذرة أستاذ خالد. الله يحفظك حياك الله أهلا وسهلا، والمعذرة يعني إحنا ما تبعناش من البداية، كان المفروض أن نكرم بها سلطان. كان المفروض أن نكرم بها. حياك الله أهلا وسهلا. المعذرة أنه ما كانش في معرفة سابقة، ولذلك بس أعتذر على سلطان يعني. أرحب بك يعني سابقا ولاحقا واهلا وسهلا فيك. وطبعا سلطان كونه يعني احد العاملين في مؤسسات التعليم الفني والمهني، لا ادري اذا كان فيه اليه للاخذ بتوصيات هذه الدراسه ودراسات اخرى حقيقه يعني في معنا. والدكتور عبد اللطيف معاكم، يعني اذا كان صياغه التوصيات كيف يمكن ان يقودوا بها في خاصه في مجال على مستوى العمليه التعليميه. يعني الدكتور عبد الرحيم طبعا خبير كبير من خبراء كبار الخبراء في المناهج وجوده المناهج التعليم، وبالتالي الاخذ بجوده التعليم المهني هام جدا لانه يخرج الخريج على طول الى ميدان العمل. فاذا كان ما يتعلمه ذو جوده ويعني فيه تحسين مستمر، فأكيد أنه سيكون مفردات جيدة للتنمية الاقتصادية. مرة أخرى نشكر اللجنة، أعضاء اللجنة والمناقشة الدكتور عبد الخالق والدكتور عبد الرحمن، ونشكر الحاضرين جميعا على حضورهم على حضورهم، ونستسمحهم بمبادرة قصيرة للتشاور. بسم الله الرحمن الرحيم. محضر مناقشة رسالة الماجستير رقم 5 نجيب بناء على مصادرة مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي في قراره الصادر في دورة اجتماعه 11 تاريخ 19/12/2019، تشكيل لجنة مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الطالب سلطان محمد هادي الصالحي لمركز الدراسات العليا قسم إدارة أعمال تنفيذي الموسومة في واقع مركز المدني على دار العاملين، والذي اشرف عليها الاستاذ الدكتور عادل العامري مشرفا رئيسا بموجب قرار مجلس الدراسات العليا 2019، واستنادا الى لائحه الدراسات العليا بالجامعه اجتمعت اللجنه المؤلفه بهذا القرار يوم السبت الموافق 14/3/2020 ميلاديه من
المؤلف هنا الاستاذ الدكتور عادل العامري مشرفا على رساله جامعه الهلال رئيسا الدكتور عبد الله قائد متهنا خارجيا جامعه العلوم والتكنولوجيا عضوا الدكتور عبد الرحمن السفياني متهنا داخليا جامعه الهلال عضوا وبعد مناقشه الطالب فيما جاء في الرساله قررت اللجنه قبول رساله الماجستير جزءا من متطلبات الماجستير في مركز الدراسات العليا مع التعديلات والاضافات وبتقدير ممتاز. مبروك الله مبروك مبروك Thank you.
علي غازي